عاد المنتخب والوطني إلى الطريق الصحيح في الوقت المناسب، هو العنوان الأصح بعد الفوز أمام السنغال في مباراة ودية بنكهة رسمية. الانتصار المحقق بالعاصمة السنغالية داكار أعاد الهدوء لسفينة المحاربين وأكسب الناخب الوطني جمال بالماضي العديد من النقاط الإيجابية. الرضا بالأداء المقدم أمام أبطال إفريقيا وسط جماهيرهم الغفيرة هي النقطة التي اتفق عليها محبي الخضر عقب المواجهة، في ظل الشكوك التي سادت مؤخرا حول طريقة لعب زملاء القائد رياض محرز خاصة أمام تنزانيا. النقطة الإيجابية الثانية خلال مواجهة الثلاثاء تمثلت في العودة القوية لسفيان فيغولي بعد غيابه لفترة ليست بالقصيرة، والذي أثبت مرة أخرى أنه قطعة محورية في مخططات الناخب الوطني داخل وخارج الميدان. بالماضي كسب خلال ودية أسود الترانجا رهان الاعتماد على العناصر الشابة في شاكلة فارس شايبي الذي سجل هدف الفوز، وأثبت أنه إضافة نوعية للخضر. وكذا الظهير الأيسر رايان أيثنوري الذي حجز من الآن مكانة أساسية في كان كوت ديفوار. موقعة ملعب عبد الله وادي أظهرت مجددا أن حراسة مرمى المنتخب في مأمن رغم ابتعاد رئيس وهاب بولحي، والدليل على ذلك تألق أنطوني ماندريا أمام هجوم السنغال، ما جعل الجميع يتفق أنه الخليفة الأمثل لحارس شباب الوزداد الجديد. رغم الفوز الودي أظهرت تصريحات بالماضي عقب المواجهة أن محيط المنتخب يحتاج للكثير من الحماية والاستقرار، خاصة أن الناخب الوطني ذهب إلى أبعد الحدود واتهم مقربين من التشكيلة الوطنية بالخيانة وتسريب المعلومات. الاستقرار والأمان يتطلبان الكثير من الحنكة في التسيير، وهو ما سيحدث بالتأكيد في حال تولي وليد صادر رئاسة الفاف بداية من الخميس القادم موعد الانتخابات، لما يتميز به الرجل من خبرة كبيرة تجعله يضع يده في يد بالماضي من أجل مستقبل مشرق للمحاربين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.